ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات؟ أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق، ليه في جمال، ليه في قبح، خير شر وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلاسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة الثالثة، حجاب الإدراك. تخيل إنك رحالة مع فريق سفاري في الصحراء، الأكل والشرب اللي معاكوا خلص وبقالكوا ساعات تايهين من غير وجه. أنت قائد المجموعة، فجأة شفت واحة خضراء وبحيرة على بعد النظر. كل اللي عقلك كان بيفكر فيه في اللحظة دي إن وصولكوا للواحة هو الأمل الباقي لإنقاذ حياتكم قبل ما تموتوا كلكم من العطش. هتحاول تلفت نظر باقي الفريق للواحة البعيدة، مجموعة منهم هتشوف الواحة لكن الباقي مش هيشوفها. هتصمم انت والمجموعة اللي شافت الواحة ان وجودها ده اكيد على بعد البصر، وان باقي الناس مرهقة ومش قادرة تشوف كويس. المجموعة اللي مش شايفة الواحة مصممة ان مفيش واحة على بعد النظر، وإن ده مجرد سراب ومش هيرضوا يروحوا معاكم علشان ما يستنفذوش طاقتهم اللي باقية. جواك خوف من المخاطرة بحياتك وحياة زمايلك إذا كان كلامهم صح والواحة كانت سراب، لكن هتقرروا تفترقوا في آخر الأمر، وهتروح أنت ومجموعتك في اتجاه الواحة. هتجروا مسافة طويلة في اتجاه الواحة اللي معالمها بتظهر بوضوح أكتر كل ما تقربوا منها. باقي زمايلك فرحانين انهم اخيرا هيلاقوا حاجه ياكلوها وميه يشربوها. اول ما توصلوا عند مكان الواحه هتكتشفوا ان الواحه والبحيره ملهاش اي وجود، وكانت فعلا مجرد سراب. لكن للاسف فقدتم كل طاقتكم بعد ما جريتوا المسافه الطويله دي ومش قادرين تتحركوا. هلككم أصبح أمر واقع، زمايلك هيلوموك إنك أنت السبب في النهاية المأساوية دي. هتدافع عن نفسك لكن من جواك أنت عارف إنك السبب في الأزمة، بس المشكلة إنك مش متأكد إذا كنت شفت الواحة زي ما أنت شايف زمايلك دلوقتي ولا لأ. وأنت غرقان في أفكارك وعذاب ضميرك هتسمع واحد من زمايلك بيصرخ بجنون شاف بحيرة مية على بعد النظر. واحد تاني كمان شايف نفس البحيرة. هتبصوا لبعض في حيرة، يا ترى تروحوا للبحيرة اللي على بعد النظر ولا هتكون سراب هي كمان؟ ازاي بنستخدم حواسنا في اكتشاف العالم اللي حوالينا؟ ازاي بنشوف، بنسمع او بنشم؟ معظمنا بيفترض ان الاشياء المادية اللي حوالينا بشكل او باخر بالظبط زي ما وعينا بيصورها لنا، لكن اشكالية البديهية اللي البشر بيستخدموها قادت كتير من الفلاسفة للتساؤل اذا كنا فعلا بنشوف العالم الخارجي بشكل مباشر. في التصور ده احنا بندرك بس افكارنا الداخلية او انطباعاتنا، او حتى يمكن بتعبير اكتر علمية، معطيات الحواس. الفيلسوف الإنجليزي جون لوك في القرن 17 استخدم تشبيه مشهور لتوضيح الفكرة دي.
الإدراك والفهم البشري زي الدولاب المقفول اللي جواه ضلمة وبابه موارد ضوء ضعيف ورؤية لأشباه الأشياء والأفكار اللي بره الدولاب. في دولاب جون لوك الضلمة في عقبة مهمة حاول يلفت نظرنا إليه. بفضل من الأفكار أو ظلال الأشياء اللي بتدخل الدولاب من خلال الباب الموارد بشكل أو بآخر تمثيل صادق للأشياء الحقيقية اللي خارج الدولاب. في النهاية عن طريق الاستدلال بنقدر نربط الظلال أو الأفكار دي بالأشياء الموجودة خارج الدولاب. أفكارنا اللي هي الشيء الوحيد اللي بنملكه كوسيلة للاستدلال عن الواقع خارج الدولاب بتشكل حجاب عازل بيننا وبين العالم الخارجي، حجاب الإدراك. في مقال بشأن الفهم البشري Essay Concerning Human Understanding سنة 1690 لوك شرح بالتفصيل لأول مرة فكرة النماذج التمثيلية للإدراك أو Representational Models of Perception، واللي فيه حاول يثبت أنه أي نموذج أو طريقة بنستخدم فيها أفكار وسيطة أو معطيات من حواسنا هتقودنا لإشكالية حجاب الإدراك، حجاب ما بيننا وبين العالم الخارجي، واللي بالشكل ده بيبرهن على إن الفلسفة الشكوكية أو السكيبتسيزم حول المعرفة البشرية لها جذور. لوك جادل إنه بس من خلال إعادة بناء صلة مباشرة ما بين المستقبل اللي هو الإنسان في الحالة دي والعالم الخارجي حجاب الإدراك ملوش وجود، وبالشكل ده نقدر نقضي على أي حجج لأصحاب نظرية الشك المعرفي. إدراكنا الغير جدير بالثقة عن طريق حواسنا بيستخدم كسلاح هجوم من جانب فلسفة الشك على ادعاءاتنا للمعرفة. فكرة بسيطة زي سراب الصحراء وعدم قدرة حواسنا على نقل صورة حقيقية للواقع المحيط نتيجة الظروف الطبيعية في مكان ووقت استنباط المعرفة كفيلة لأن الشكوكيين يدعوا أن استخدام حواسنا كوسيلة لاستنباط المعرفة طريقة مش موثوق بيه وهتقود لمعرفة غير حقيقية. جون لوك اعتقد انه في وجود نموذج للإدراك فيه الأفكار الداخلية للشخص والعالم الخارجي منفصلين هينزع سلاح فلسفة الشك ويضعف حجتهم في الهجوم على المعرفة البشرية. المنطق اللي استخدمه لوك بيعتمد على تمييز واضح ما بين سمات أولية وسمات ثانوية للشيء. على سبيل المثال لون الطماطم الأحمر مش صفة أو خاصية في الطماطم نفسها ولكنه نتاج تفاعل مجموعة عوامل مختلفة ما بين خواص فيزيائية للطماطم زي نوع أليافها والتكوين الخارجي لسطحها للسمات المميزة لأجهزة الاستقبال والإحساس في جسمنا لحد العوامل البيئية والفيزيائية في وقت رؤيتنا للطماطم. العوامل دي كلها متجمعة هي اللي سببت إننا نشوف الطماطم باللون الأحمر، لكن في حقيقة الأمر اللون الأحمر مش سمة أساسية في الطماطم لأنه قد يختلف مع اختلاف بعض أو كل العوامل دي. علشان كده جون لوك سماها سمات ثانوية، لكن في نفس الوقت الطماطم ليها سمات أولية مميزة زي مثلا الحجم أو الشكل واللي ما بتعتمدش على الظروف المحيطة وقت رؤية الطماطم أو حتى على وجود شخص بيشوف الطماطم في اللحظة دي. الطماطم شكلها ثابت سواء انت كنت واقف بتبص عليها او لا، سواء كان ده الصبح او بالليل في الحر او في البرد. دي سمات او خواص اولية واللي بتفسر ادراكنا لبعض السمات الثانوية. والسمات الاولية دي اعتقد جون لوك انها صفات مميزة بشكل كبير للشيء نفسه وممكن تدينا معرفة حقيقية وثابتة عن الاشياء، وعلشان كده العلم مشغول بدراسة الصفات الاولية بشكل أكبر وأدق من دراسة الصفات الثانوية. أما بالنسبة لتشكيك فلسفة الشك في معرفتنا فأفكارنا النشأة عن خواص أولية للأشياء هي دليلنا وحجتنا ضد شكوكهم. أحد أوائل الفلاسفة اللي نقدوا أفكار جون لوك كان الفيلسوف الأيرلندي جورج بيركلي اللي قبل مبدئيا فكرة النموذج التمثيلي للإدراك على أساس أن عناصر الوعي الأولى
هي مجرد أفكار مش الأشياء الحقيقية نفسها. لكن بعيد عن فكرة دحض أفكار فلسفة الشك، بيركلي أدرك إن جون لوك خاطر بأفكاره دي بالاستسلام تماما لفلسفة الشك محبوس في الدولاب الضلمة. بيركلي اعتقد إن لوك مش هيقدر يكون في موضع يمكنه من تحديد إذا كانت الأفكار اللي كونها داخل الدولاب فعلا مشابهة للأشياء الخارجية نفسها، ومعنى كده إنه مش هيقدر يرفع حجاب الإدراك ويبص فعلا على حقيقة الأشياء. وبالشكل ده حبس نفسه في الدولاب الضلمة مع الأفكار التمثيلية وحقق هدف فلسفة الشك بدون وعي. وضوح الخطر اللي أفكار جون لوك ممكن تقود لي قدام بيركلي وصله لاستنتاج غير عادي. فبدل ما نمزق حجاب الوعي اللي بيمنعنا عن رؤية طبيعة الأشياء الحقيقية ومحاولة الاتصال بالعالم الخارجي مباشرة، بيركلي استخلص انه مفيش عالم تاني ورا حجاب الوعي علشان نتصل بيه من الأساس. بالنسبة لبيركلي الواقع بيتكون من خلال الأفكار أو الحواس نفسها، ومن خلال الحواس دي احنا متصلين وواعيين بشكل كامل بالواقع. وبالشكل ده اعتقد بيركلي انه دحض اخطار الشكوكيين، لكن على حساب الغاء فكرة مهمة وجوهرية جدا، وهي فكرة وجود عالم خارجي من الاصل. في نظرية بيركلي عن المثالية او الواقع الغير ملموس الماتيرياليزم، للشيء انه يكون له وجود لازم يكون مستقبل أو محسوس. To exist is to be perceived. وبالشكل ده الأشياء هينتهي وجودها لو محدش حس بالوجود ده أو استقبله. يعني لو محدش بص على الطماطم أصبح ملهاش وجود. الفكرة الغريبة دي بيركلي قبلها كنتيجة حتمية لنظريته، لكنه اعتمد على عامل خارجي لترقيع الصدع ده في النظرية، وهو الله. بيركلي اعتقد ان كل شيء في الكون متشاف ومتراقب طول الوقت في عقل الله، وبالشكل ده المشاهد الازلي اللي هو الله هيحافظ على استمرار وجود الاشياء حتى لو ما كانش في حد بيستقبله في ادراكه في الوقت ده. النهاردة بعد 3 قرون من نظرية بيركلي عن الاماتيرياليزم، معظم الفلاسفة بيبص للنظرية دي على انها نظرية غريبة وغير سوية لانها بتعتمد على الغيبيات والميتافيزيقيا. لكن الغريب ان بيركلي اعتقد انه ملك المنطق والفطرة السليمة بلا منازع وقتها. الافكار الفطرية. واحد من اشهر الافكار الفلسفية اللي سطرها جون لوك كانت معرفة الشخص لا يمكن ان تتجاوز تجربته. No man's knowledge can go beyond his experience. لوك جادل ضد النظرية اللي طرحها فلسفة العقلانية الراشناليست لتفسير إزاي ممكن نوصل للمعرفة بدون تجربة، واللي بيشار لها أحياناً بنظرية الأفكار البديهية The Theory of Innate Ideas، واللي بتقول إن البشر بيتولدوا بأفكار بديهية اللي عن طريقها نقدر نوصل لمعرفة عن طبيعة العالم والأشياء اللي حوالينا بشكل مستقل عن تجاربنا الشخصية. لو فاكر من حلقة كهف أفلاطون، أفلاطون طور فكرة الأشكال النموذجية اللي ليها وجود بغض النظر عن الأشياء اللي بنشوفها في الواقع، وبنى عليها فكرة المسلمات. أفلاطون اعتقد إن في مسلمات معرفية أو أفكار فطرية innate ideas اللي موجودة مع كل إنسان من لحظة ميلاده، ولما بنموت أرواحنا بتبعث في أجسام جديدة بالأفكار الفطرية دي أو المسلمات المعرفية دي. لكن صدمة الموت بتخلينا ننسى الأفكار دي، وعملية التعليم ما هي إلا وسيلة لاسترجاع الأفكار الفطرية دي تاني والمعرفة الحقيقية عن العالم المحيط بينا. كتير من الفلاسفة التابعين لأفلاطون عدلوا على فكرة أفلاطون بعد كده وقالوا إنه من الصعب تكون كل المعرفة فطرية، لكن مجموعة من الأفكار والمبادئ المحدودة ممكن تكون فطرية. شكلك مستغرب من فكرة المسلمات المعرفية أو الأفكار الفطرية. معك حق، الفكرة غريبة نوعا ما لأنها بتستدعي وجود جانب غيبي أو ميتافيزيقي، وده اللي خلى جون لوك يعارض الفكرة دي بشدة. لكن قبل ما أقولك إيه رد جون لوك على الأفكار الفطرية، خليني ألفت انتباهك إن الأديان بشكل عام وخصوصا السماوية منها
بتستند على فكرة الأفكار الفطرية دي بشكل أو بآخر. فمعظم الأديان بتبدأ بأفكار زي الإنسان فطر على معرفة الله، حب الخير، الخطيئة في المسيحية، أو فطر على الإسلام في حالة الدين الإسلامي. الأفكار دي كلها مستندة على نفس فكرة المسلمات أو الأفكار الفطرية اللي طرحها أفلاطون وأتباعه من فلسفة العقلانية. فمثلا ديكارت اعتقد أن فكرة الله مطبوعة بداخلنا بالضبط زي علامة حقوق الملكية اللي بيطبعها أي حرفي على السلعة بتاعته. لكن بالرغم من ده، ديكارت قال إن المعرفة المطبوعة جوانا دي مش ممكن نقدر نوصل لها فعلا إلا عن طريق عملية المنطق والمحاجاة. جون لوك كان ضد فكرة إن البشر بيتولدوا بأي نوع من المسلمات المعرفية أو الأفكار الفطرية. بالعكس، اعتقد إن عقل البشر عند لحظة الميلاد لوح فاضي، تابولا رازا، زي الورقة الفاضية بالظبط اللي خبراتنا اليومية بتبدأ كتابة المعرفة عليها. في مفهوم لوك، البشر بيقدموا لعملية الإدراك أدوات المنطق والحجة اللي بيستخدموها لتفسير المعلومات المكتسبة عن طريق الحواس، وجادل إنه مفيش أي دليل عملي أو تجريبي واحد يثبت إن عقول الأطفال المولودة فيها أي نوع من المعرفة الفطرية أو حتى أي نوع من المعرفة، ومش أكتر من مجرد ورقة فاضية. وعلشان كده لوك رفض أي فلسفة أو مدرسة فكرية بتدعم فكرة الأفكار الفطرية. مش بس كده، لكن لوك كمان هاجم نظرية الأفكار الفطرية وقال إنها غير مترابطة، لأنه أي شيء علشان يكون فكرة لازم يكون له وجود في لحظة معينة من الزمن في عقل ما. لكن الأفكار الفطرية عشان تكون فطرية معنى كده إنها وجدت في لحظة ما قبل وجود أي تجربة بشرية أو حتى عقل بشري، لأنها بتسبق وجود العقل البشري من الأصل. لكن جون لوك قبل فكرة الفيلسوف جوتريد ليبنز إنه من المعقول إن فكرة معينة ممكن تبقى موجودة في ذاكرة إنسان لفترة ما، لكن من الصعب أو حتى أحيانا من المستحيل استرجاعها، وبالشكل ده بتكون فكرة غير معروفة للعقل بالرغم من وجودها في الذاكرة. لكن الأفكار الفطرية مختلفة، لأنها بتفترض إن الأفكار دي ليها وجود حتى بدون وسيلة لإدراكها أو الوعي بيها. ارجع تاني لفكرة الفطرة في الأديان. لو خدنا على سبيل المثال فكرة وجود الله كفطرة، حتى لو البشر ملهمش وجود من الأصل، الفكرة الفطرية لوجود الله ما زال لها وجود، لأنها مش محتاجة لبشر عشان تكون فكرة، وده اللي كان بيعارضه جون لوك. الشق التاني من نظرية الأفكار الفطرية بيقول إنها أفكار موجودة مع كل البشر لحظة ميلادهم، وده معناه إنها أفكار كونية أو عامة، لو تفتكر ناقشنا إشكالية اليونيفرسلز في حلقة كهف أفلاطون، وده معناه إن الأفكار دي ليها وجود عند كل البشر في كل مكان وزمان. يعني على سبيل المثال، أفلاطون جادل إن كل فرد عنده نفس المعرفة بغض النظر إذا كان راجل، ست، شخص حر أو حتى عبد. الفكرة دي لقيت طريقها عند الفلاسفة في العصور الوسطى ومعظم الأديان المعاصرة، لأن الله وحده هو القادر على فطر الإنسان على شيء، وهو اللي بيحط الأفكار الفطرية فينا. وبما إن الله في تعريفه تمتنع عنه صفة الظلم، فمش من المعقول أنه هيختار مجموعة من الناس ويديهم صفات فطرية مختلفة عن غيرهم. لكن جون لوك تاني بيجادل بالنظر للواقع المحيط بينا مش هنلاقي وجود للأفكار الفطرية المزعومة، وحتى وإن كان في أفكار أو مبادئ كل البشر في العالم بيشتركوا في الاعتقاد فيها، لوك قال إن مش معنى كده إن الأفكار دي نفسها فطرية أو مسلمات، لكن أكيد في سبب لعمومها وإن كل البشر بتعتقد فيها حتى لو السبب ده مش معروف في الوقت الحالي. فمثلا لوك اقترح أنظمة الوعي والإدراك البشرية واحدة ومتشابهة بين كل البشر، ومن الجايز جدا إنه يكون لها دخل بوجود بعض الأفكار المشتركة بين البشر نبعة من طريقة عمل الأنظمة دي. بالرغم من إن جون لوك رفض تماما فكرة الأفكار الفطرية، إلا إنه دعم فكرة القدرات الفطرية innate capabilities، وإن البشر بيتولدوا بقدرات فطرية مشتركة نبعة من طبيعة أجهزة الإدراك والوعي الواحدة ما بين كل البشر. القدرات دي زي أساليب المنطق، الحجة، الوعي، الإدراك إلى آخره. القدرات دي عند لوك
هي وسائل البشر في الوصول للمعرفة والفهم لطبيعة الأشياء والعالم المحيط. في نهاية القرن العشرين، الفيلسوف الأمريكي وعالم اللغات نعوم شوماسكي طور فكرة القدرات الفطرية بتاعة جون لوك لنظريته عملية التفكير الفطري innate process of thinking، واللي اقترح فيها إن مكون أساسي من عقل كل إنسان هو مجموعة من عمليات التفكير الفطري اللي اتطورت كجزء من عملية تطور المخ البشري عبر بلايين السنين. العمليات دي على سبيل المثال بتنتج تراكيب معقدة للغات البشرية، لكن بالرغم من الاختلاف الظاهر بين اللغات البشرية دي، شماسكي قدر إنه يثبت عن طريق نماذج رياضية إنه من الممكن إنتاج كل اللغات دي بنفس العمليات الفطرية البسيطة. هنتكلم عن شماسكي ونظريته عن المسلمات بالتفصيل في مرة تانية. جون لوك لعب دور أساسي في مناقشة إزاي البشر بيقدروا يحصلوا على المعرفة في توقيت كانت فيه معرفة البشر بالعالم المحيط بيهم بتتضاعف بسرعات خرافية. ودلوقتي اتأمل الواقع المحيط بيك، يا ترى فعلا الحاجات اللي انت شايفها قدامك دلوقتي ليها نفس الخواص اللي انت شايفها؟ يا ترى الحاجات دي ليها اصلا وجود؟ ولو غمضت عينيك يا ترى هتكون لسه موجودة؟ يا ترى معرفتك عن وجود الله اتفطرت معاك لحظة ميلادك ولا اتكونت عندك خلال حياتك؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هتكون أول برنامج كمبيوتر طوره البشر قادر على تعليم نفسه بنفسه، الأفكار والخبرات اللي هتخزنها كلها ولدت التجربة والتفاعل مع المنظومة اللي بتشتغل فيها. هتتولد عندك أفكار عن طبيعتك ووجودك، منظومة المنطق اللي عندك هتوصلك طالما أنت بتفكر دلوقتي أكيد ليك وجود. دي اللحظة اللي هتكتشف فيها الأنا بتاعتك، وهي نفسها اللحظة اللي المبرمج بتاعك هيبعت لك أمر تدمير ذاتي لنفسك. يا ترى هتدمر نفسك ولا هتحمي الأنا اللي انت اكتشفتها؟ عن الأنا، الوهم، مبدأ الشك الديكارتي والدايرة الديكارتية المغلقة هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة فلسفة.